ولا تحرمنا أنت، واغفر لنا وله ولا تفتنا بعد. الله أكبر. لقد تقطع بينكم
وضل عنكم ما كنتم تزعمون. قد وإن جاء للموت لن ترده ساعة، حين المجيء روحي فارقت بدني وأشلحوني قديما كنت لابسه وألبسوني جديدا اسمه الكفني. أو يا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا، أنسيت لقاء الله واللحد والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصي؟ ولو أن المرء لم يلبس إلا لباس التقى تجرد عريانا وإن كان كاسيا. مصيبة الموت، ويا صاحب الإيمان، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فصبرا على البلاء، ونتذكر يوم القيامة بأن جميع الناس سيقام لهم ديوان وميزان. اللهم ثبته عند سؤال الملكين، اللهم إن كان محسنا فزده إحسانا، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم ثبته عند سؤال الملكين، اللهم اغفر له وارحمه وارحم جميع موتى المسلمين. اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله، إذا يبس منا اللسان وارتخت اليدان وضعف الجنان وشخصت العينان وبردت القدمان، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم عند الموت صرعتنا، وآنس في القبور وحشتنا، وارحم ذل موقفنا بين يديك يا الله. اللهم ارحمنا يوم لا ينفع دواء الطبيب ولا بكاء الحبيب ولا دهشة القريب، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله، إذا يبس منا اللسان وارتخت اليدان وضعف الجنان وشخصت العينان وبردت القدمان، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل قبره وقبورنا روضة من رياض الجنة، ولا تجعل حفرة من حفر النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وعظم الله أجركم جميعا، ولله ما أعطى ولله ما أخذ، وكل شيء عنده بأجر. Thank you.